يواصل العالم احتفالاته في رأس السنة الجديدة، حيث احتفلت دول كثيرة من العالم بالعام الجديد، فيما لا يزال يطل العام الجديد على بلدان ومدن أخرى. العالم يحتفل، عام مضى بكل ما فيه، نجاحات وإخفاقات، دموع وسعادة وسرور، وعام جديد الجميع فيه يعيش على أمل تحقيق جميع أحلامه وأماله. العالم أضاءت أرجاؤه وأنيرت جنباته، البهجة تعم أرجاء المعمورة، فموجة الاحتفالات انطلقت من سيدني كبرى المدن الاسترالية لتتتابع تدريجيا من آسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، ووصولا إلى الأمريكتين، وسط أجواء عارمة من البهجة والغناء والرقص والألعاب النارية والألوان والأضواء وعروض فنية مذهلة بكل اللغات والثقافات في وداع عام 2017 واستقبال الوافد الجديد. وفي الوقت نفسه احتفلت نيوزيلندا برأس السنة الجديدة بإقامة عرض للألعاب النارية في مناطق أوكلاند وسوفا وولينغتون ونوكوالوفا. اليابان استقبلت العام الجديد باحتفالات متنوعة، حيث انطلقت الاحتفالات على طريقتهم الخاصة بالعروض الراقصة والأجواء الاحتفالية المبهجة، فضلاً عن الألعاب النارية التي زينت سماء اليابان، كما زينت الألعاب النارية سماء مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية مع استقبالهم للعام الجديد. كوريا الشمالية وبعيداً عن الصواريخ النووية أطلقت الألعاب النارية في السماء بمدينة بيونغ يانغ، كما قامت بتشغيل مكبرات الصوت وأجهزة الإضاءة وتقديم فقرات غنائية احتفالاً بالعام الجديد أيضاً. وإلى تايوان، حيث احتفلت الجزيرة بعروض إطلاق الألعاب النارية في ناطحة السحاب تايباي 101 التي تعتبر معلماً بارزاً في المدينة، حيث يستقطب هذا العرض الذي أطلق لأول مرة في عام 2004 عشرات الآلاف من الزوار سنوياً. ومن العاصمة الإندونيسية جاكرتا، قامت الحكومة برعاية حفل زفاف جماعي لحوالي 500 مواطن ومواطنة احتفالاً بالعام الجديد، فيما نظمت المهرجانات والأسواق الشعبية على محاور السير الكبرى وفي المواقع السياحية. وفي روسيا، قرر أعضاء ناد للسيارات في مدينة تشاليابانسك الروسية الاحتفال بحلول العام الجديد بطريقة مميزة، حيث نظم أعضاء نادي أوفراد تشاليابانسك عرض فلاش موب بمناسبة قدوم رأس السنة بمشاركة 65 سيارة رباعية الدفع، شكلوا بالعرض شجرة رأس السنة بطول 95 مترا، فيما تواصل دبي إبهار العالم بعرض للليزر مصحوبا بالموسيقى من برج خليفة أعلى مبنى في العالم، عوضا عن عرض الألعاب النارية.